مرحبا، يعطيكم العافية جميعا. معكم الطالب محمد يوسف سيفان، طالب تخرج تحت إشراف المهندس سالم خيمر، ومشروع هو عبارة عن ساناتوريوم دراج ادكشن اند سايكوثيرابي، والمصحة بعنوان يوتوبيا ساناتوريوم. بالبداية راح أناقش معكم الانترودكشن اند ابستراكت، راح أحكي فيها عن المخدرات والإدمان وسبب اختياري إلها كقضية مجتمعية. بعدها بندخل بالسايت اناليسز، بنتعرف فيها على المنطقة وقطعة الأرض اللي قررت أعمل فيها المشروع، وصورا للبروجكت بروجرام والكونسبت. بعدين بنروح للبيجينينج اوف ذا ديزاين، وبعدها حنشوف الفاينل ايمج اللي حيطلع فيها المشروع طبعا بعد ديفلوبمنتس واناليسز فور اولموست 1 يير. بنبلش بالديفينيشن اوف ذا بروجكت. طبعا المشروع هو عبارة عن ريهاب سنتر، وبالنسبة للفانكشنز فراح تتكون من outdoor green spaces و comfortable patients room، وغيرها طبعا من الelements اللي حتساعد بالacceleration of the treatment cycle. وبالنسبة طبعا للgoals اللي بطمح لها بمشروعي، هو انه اشجع الشباب اللي بيعانوا من هاي الازمة بانهم يتعالجوا بارادتهم الشخصية بدون ما يخافوا من نظرة المجتمع لهم. وهدف الرئيسي من المشروع هو انه اطور واسرع دورة العلاج طبعا باساليب جديدة وطبيعية. وبالنسبة للفئة العمرية اللي بستهدفها في مشروعي، فبتتراوح بين 18 لفوق. Introduction and Abstract. طبعا هون بحكي عن سبب اختياري للمشروع، وهو انه اغلب المصحات بالوطن العربي وبالاخص الاردن عندهم نقص بانهم يوفروا للمريض الادمان البيئة العلاجية الصحية، وعندهم قلة بالمصحات بشكل عام. فهون كان توجه على طول للاردن لانها من اكثر الدول العربية اللي مبلت بالمخدرات. فالاحصائيات بتحكي انه من سنة 2001 زي ما بتشوف ل 2015 بتسجل الاردن 1000 قضية بالسنة. عشان هيك طبعا ما بننسى دور الحكومة الأردنية من تقنيات حديثة وهيئات توعوية وإنشاء مراكز إعادة تأهيل، ولكن للأسف ما في عنا غير 3 مراكز بالأردن، منهم مركز عرجان، مركز مستشفى الرشيد، ومركز علاج الإدمان شفا بدران. وهون بحكي عن سبب عدم رغبة المدمنين بأنهم يلتحقوا بالمصحات. طبعا خوفهم من القانون ونظرة المجتمع لهم، وتكلفة العلاج وسوء الرعاية والنظافة جوا المصحات. ننتقل ل هون بفرجيكم صور لتجربتي الشخصية بزيارة واحدة من المصحات في الأردن. بتقدر تشوفوا للأسف الإهمال برعايتهم، وشفت سوء بالتغذية عندهم وأجواء طبعا كئيبة. يعني المريض بالنسبة لي كانوا حاطينه بسجن وبنفس الوقت بحاولوا يعالجوه. فأظن يعني من المستحيل أنه يكمل دورة علاجه بنجاح. الأدكشن أو الإدمان، هون بعرف الإدمان بشكل عام. طبعا الإدمان له أكثر من شكل وأكثر من نوع، فمثلا عندنا إدمان الأكل وإدمان الإمار أو الجامبلينج والإنترنت أدكشن، ولكن طبعا إدمان الكحول والمخدرات هو أخطر على الشخص وعلى المجتمع وأكثرهم شيوعا طبعا. وهذا السبب اللي خلاني أختار هذا النوع من الإدمان، عشان أخلق هذا النوع من التحدي والصعوبة بمشروعي حتى أحل هاي المشكلة، ويكون إلي دور ولو بسيط بحل هاي المشكلة. هون بندخل بأعراض المخدرات وأعراضها الانسحابية. طبعا الأعراض الانسحابية بتبلش بعد 12 ساعة من فترة الديتوكسينج، وبتكون على شكل هلاوس واستفراغ وضيق بالتنفس وغيرها زي ما بنشوف بالصورة. وبالنسبة للبروجكت اوفرفيو، بذكر فيها المشاكل اللي بتواجه المشروع والنولج اللي راح اتبعها بالمصحة، وهي بتندرج تحت مسمى الهوليستيك تريتمنت، وبتعتمد على 3 اشياء رئيسية واللي هي سبيرتشوال ثيرابي والانفيرمنتال تريتمنت والثيرابي باي اركتكتشر. وطبعا راح نشوف كيف نفذت هذول المبادئ بتصميم المشروع. وهيك بنكون وصلنا للسايت اناليسز. بنشوف موقع المشروع راح يكون بالأردن شمال عمان، تحديدا دبوق. وسبب اختياري للموقع هو أن الأرض بعيدة عن المناطق السكنية وعن الإزعاج وعن الأزمة، وبنفس الوقت مو بعيد عن
أماكن الخدمات، وهاي المنطقة بتسمح بسيت باكس واسعة، وهذا الإشي بقدر أستغله من ناحية تصميم، من ناحية الأودور سبيسز، تصميم للأودور سبيسز. ومن خلال الماب اللي شايفينها على اليمين بقدر أوضح قلة عدد المصحات بعمان وبعدهم عن بعض زي ما بنشوف. وبالسايت لوكيشن هون بنشوف شكل قطعة الأرض وعلاقتها بالأراضي اللي حواليها. فزي ما حكيت بنشوف بهدول المابس تحديدا السوليد اند فويد واللاند يوز قديش الأرض بعيدة عن المناطق السكنية وعن الإزعاج. وبالنسبة للسبب التصميمي باختياري للأرض هو السلوب، فزي ما بنشوف بالسكشن تقريبا السلوب 10 متر على مدى كتير طويل، على مدى كتير واسع، فهذا الإشي بسمح لي أصمم outdoor spaces بليفلز مختلفة بحيث أحسس المريض وكأنه بجيرني بدورته العلاجية. وهون بنشوف views in and out في الموقع بتوضح طبيعة الأرض من ناحية السلوب ومن ناحية طبيعة الفيجيتيشن في الأرض. وبالنهاية لخصت كل إشي بسوات أناليسز بتوضح لي السترينكث للموقع. طبعا زي ما ذكرت إنه الموقع كوايت أريا فيها good views، الموقع accessible وعليها two main streets، وآخر إشي زي ما حكيت السلوب. بنوصل للبروجكت بروجرام. طبعا حنتعرف على الفانكشنال بروجرام للمشروع وبنقدر من خلالها نتخيل كيف راح يكون جدول علاج المريض. طبعا بعد دراسة مطولة للكيس ستديز وللمشاريع بشكل عام قدرت أطلع ببروجرام شاملة حنقدر نشوف فيها جدول علاج المريض من الألف للياء، ونتصور عناصر المشروع الرئيسية واللي هي الانترنس اريا، بتشمل منطقة استقبال واستراحة. ثاني إشي عندي الجنرال أدمنستريتيف واللي هي منطقة التنظيم للمشروع وبتشمل مكاتب وغرف إدارية. ثالث إشي عندي الميديكال سنتر واللي هي الأماكن اللي بتم أو الغرف اللي بتم فيها علاج المريض كيميائيا من سحب السموم، براقبوا حالته بعد الأعراض الانسحابية. ورابع إشي عندي اللونج تيرم هاوزينج، طبعا بعد ما ينتهي المريض من فترة الديتوكسينج هون احنا بنسمح له بانه يستقر بالغرف السكنية من 30 ل 120 يوم، وبعدها بيقدر يمارس فترة العلاج الطبيعي والنفسي. خامس اشي عندي الريهابليتيشن اند سبورت بروجرامز، هون بنعيد خلق الشخصية للمريض وبتعتمد على جلسات العلاج النفسي والبدني. وسادس اشي عندي الاكتيفيتيز ثيرابيز وهي العلاج بالأنشطة البدنية وبتشمل التمارين الرياضية بالصلاة والملاعب. سابع إشي الإديوكيشن، طبعا جانب التعليم مهم جدا باستمرارية ومتابعة أهداف المريض الأكاديمية أو المهنية وبتشمل غرف الوركشوب والمكتبة. ثامن إشي عندي البيشنت سوشيال أكتيفيتي سبيسز وهي المكان اللي حيصير فيه التواصل بين المريضين وبتشمل منطقة الكافيتيريا ومنطقة القراءة. وطبعا عندي مناطق الخدمات اليوتيليتيز، وبالنهاية الاوتدور سبيسز او الهيلينج لاندسكيب وهي المناطق الخارجية العلاجية اللي حيتم فيها العلاج الروحاني والتأمل بالطبيعة. وهون بننتقل لجدول مساحات كل عنصر من عناصر المشروع بالمتر مربع، وباي تشارت بتوضحها بالنسبة المئوية. وعندي ماتريكس ديجرامز بتوضح علاقة الفاسيليتيز بالمشروع أو الفانكشنز، ونفس الإشي بالبابل ديجرام زي ما بنشوف. وبنهاية البروجرام بيطلع معي الكونسبت ديزاين ستيتمنت واللي بتمحور عليها مشروعي، واللي هي إنه إحنا قادرين بإنه نخلق الأتموسفير المناسب لعلاج أي مريض أو أي مدمن من مرضه بأنه أدمج العمارة مع البيئة الطبيعية، وهيك أنا بكون زي وفرت له الشمولية بالعلاج من خلال التصميم. The beginning of the design.
هون بنوصل لمرحلة التصميم وكيف طلع معاي فورم المبنى، طبعا اعتمادا على عوامل كثير ومنها السايت لوكيشن. فبنشوف بهاي الماب كيف بوضح خط النورث وحركة الشمس والرياح، فهاي أكيد العوامل بتأثر على واجهات المبنى الخارجية الشرقية والجنوبية. فبنروح لل approach response and generation of form. طبعا المبنى response to the site and geometry, response to the program, وأكيد tactility use of materials and building orientations that harmonize with the surroundings. طبعا في بداية التصميم طلعت footprint للمبنى، وهذا كان بناء على البيلدينج كوست. فالحكومة بتسمح ب 40 ل 45% من مساحة الأرض، وعندي مساحة الأرض 8000 متر مربع والبيلدينج توتال اريا 4000 متر مربع، فهيك بنتج عندي فوت برنت بمساحة 2500 متر مربع. وبالنسبة للوكيشن اوف سبيسز، هون بلشت احدد المساحات اللي حصممها على قطعة الأرض. زي ما بنشوف بالصورة عندي مبنى المصحة والباركينج تحت الأرض والأوتدور سبيسز. وخلال التصميم طبعا راح نشوف العلاقة اللي حتتكون بينهم. بننتقل للكونسبت اوف سبيسز. طبعا بعد ما حددت مساحة الفوت برنت عملتها على شكل مربع وقسمتها لجريد، وبلشت ارفع كتل المبنى عليها بمساحة 4000 متر مربع، بحيث يتكون عندي تراسات واماكن واطلالات مختلفة في المشروع. بننتقل للفيرتيكال لايرينج اوف ذا بروجرام. طبعا بلشت بتوزيع الفانكشنز بشكل طولي، فقسمت الوحدات السكنية على الطوابق العلوية زي ما بنشوف في الروف وليفل 1. أما بالنسبة للجراوند فلور عندي فهو طابق الانترنس لوبي والادمنستريتيف، وبالنسبة للبي 1 هو الميديكال سنتر، والبي 2 عندي الطابق الادوكيشن مكان التعليم والاكتيفيتيز ثيرابي، والطابق اللي السفلي البي 3 راح يكون عندي الباركينج واليوتيليتيز أماكن الخدمات. بننتقل للهوريزونتال زونينج للفانكشنز. طبعا شكلتهم على حسب المساحات وشكل الارض وطبيعتها باستخدام الجريد. طبعا طلع معاي الفورم لكل ليفل بعد الادينج والسبتراكشن للكتل. وهيك بكون تكون عندي الشكل النهائي للزونينج بلان. اعطاني الديناميك فورم اللي بحتاجه حتى يتماشى مع شكل الارض وطبيعتها، وبدعم لي طبعا الفكرة العلاجية للمبنى. وزي ما بنشوف بالفورم دياجرام كيف عملت السبتراكشن للكتل من الجريد، وهيك بتكون عندي شكل كل ليفل وبعطيني الفورم النهائي للمبنى زي ما بنشوف. بننتقل للبيلدينج فورم ديفلوبمنتس. طبعا بعد السبتراكشن اللي عملته للكتل تكون عندي تراسات فوق المبنى. اخذت كل ترس وعملت له ريشيبينج ليكون عندي إلمنت بتوفر شكل ديناميكي للمبنى. بنقدر من خلالها انه ننتقل على اسطح المبنى، وبتوفر اسطح لممارسة الاوتدور اكتيفيتيز ثيرابي، وكمان تخلق لي كورتات بالمبنى بنقدر نستفيد منها من ناحية الفنتيليشن والسنلايت سورس. بنروح لديجرام تفصيلية للمبنى، عملتها بغرض توضيح الاكستيريور سيركوليشن من خلال الأدراج على سطح المبنى، وبتوضح كمان مواقع البيس جاردنز على سطح المبنى والأورينتيشن المبنى على توبوغرافي السايت والفيوز اللي بتوفرها الواجهات والزونينج بالمبنى زي ما بنشوف. وآخر إشي عندي المين انترنسز من فوق المبنى ومن تحت من الشارع الرئيسي. وهون بننتقل للمرحلة الثانية من مراحل التصميم، وهي تصميم الـ outdoor spaces and how it was linked to the site and the building. طبعا لما حطيت المبنى على السايت بالorientation المناسب تكون عندي two zones من الـ outdoor spaces.
الأول كان من الجهة الشمالية للمبنى، والثاني كان من الجهة الجنوبية. طبعا راح نشوف كيف راح تتم العلاقة أو راح يصير الكونكشن بينهم وبين مبنى المصحة. فهون بنبلش نشوف العلاقة اللي تكونت بين المبنى والأوتدور سبيسز، طبعا من خلال الووكويز زي ما بنشوف والمصاطب، وطبعا بنشوف دايجرام لأول عنصر تم تصميمه في الأوتدور سبيسز واللي هو المدرج، وتم تشكيله بحيث يدعم فكرة المبنى من ناحية الأوتدور ثيرابي. طبعا هو بتكون من كيوبس مصنوعة من الكونكريت، ممكن يكون مكان خارجي يعملوا عليه التريتمنت ويكون مصدر للعلاج الطبيعي. طبعا ننتقل للسايت بلان. هاي كانت عبارة عن سايت بلان أولية في التصميم، حبيت أعرضها لنشوف التطور اللي حيصير على المبنى وعلى المناطق الخارجية. فهاي الماب حطيتها بتوضح المداخل الرئيسية ومداخل الباركينج وكيف راح تكون حركة المستخدم في المشروع. فزي ما بتشوف الانترنس راح يكون من أمام المشروع من شرق الواجهة، من الواجهة الشرقية. هذا كان بالنسبة للمدخل الرئيسي. أما مدخل الفرعي من الشارع العلوي راح يكون من الواجهة الغربية، وهذا أكثر إشي بخص الستاف أو الفئة العاملة في المشروع. ونفس الإشي عندي هون بالسكشن، هو سكشن فقط توضيحي لعلاقة المبنى بسلوب الأرض، وبفرجي فيه منسوب بين الشارع العلوي والسفلي طبعا بارتفاع 9 متر، وبوضح تكوين المساحات داخل المبنى من دبل فوليوم وغيرها طبعا بسبب وجود الأوديتوريوم بالطابق السفلي زي ما بنشوف. وبنهاية الكونسبت بوضح بصورة تجريدية للمبنى علاقة اليوزر بالمبنى زي ما بنشوف، وأماكن البيس جاردنز على سطح المبنى وعلاقتها بالأتموسفير الموجود حوالين المبنى. وهيك أخيراً نقدر نفوت بالفاينل ديزاين of the project. طبعا بندخل بتابل اوف كونتنت جديده بشرح فيها البريفيوس سايت بلان والسايت بلان النهائيه، وبشرح فيها البلانز طبعا والسكشنز اليفيشنز اكستيريور 3 دي شوتس انتيريور 3 دي شوتس، وبالنهايه بشرح الكونستراكشن ديتيلز بروجكت ديفلوبمنتس. طبعا ندخل بالبريفيوس سايت بلان بفرجي فيها فقط التطور اللي صار بالمنطقة الخارجية من ناحية المصاطب والجسر اللي حيربط المبنى من طابق الستاف والأدمينستريتيف بالدرج الرئيس الخارجي. طبعا صممته بحيث أفصل مدخل الستاف عن المدخل العلوي الخاص بالزوار، وبهيك بعطيني نوع من الخصوصية للستاف، وبيكون أقرب عليهم على مكان عملهم أو مكاتبهم. فالدكاترة وهيك يعني الدكاترة أو الموظفين بيكونوا قادرين بأنهم ينزلوا من الباركينج الخاص فيهم بالمستوى العلوي للمشروع على مكاتبهم بشكل أسرع وبشكل خاص أكثر. وهيك أخيرا نقدر ندخل بالتطوير النهائي للمشروع على السايت بلان. طبعا زي ما بنشوف المشروع بطل على شارعين، واحد رئيسي من الجهة الشرقية للمبنى وشارع فرعي من الجهة العلوية غرب المبنى. أما بالنسبة لمداخل المشروع عندي مدخلين رئيسيين، واحد بالمنطقة السفلية أمام المشروع على الواجهات الشرقية بخص الزوار والمرضى الجدد، أما المدخل الثاني للمشروع فهو موجود على المنطقة العلوية بخص أكثر الستاف، وكمان برضو ممكن يستخدموا الزوار. وبالنسبة للباركينجز زي ما بنشوف عندي 2 باركينجز، الأول بخص الزوار موجود عند الشارع السفلي
هو عبارة عن underground parking، مدخل ومخرجه طبعا من نفس المكان زي ما بنشوف، ودعمته بجزيرة بتنظم منطقة السير بهذا المكان بالنسبة طبعا للداخل واللي طالع. أما بالنسبة للباركينج الثاني فهو موجود على المنطقة العلوية على طابق الـ administrative، بخص أكيد الستف. وهلأ بنبلش بالعناصر الجديدة اللي ضفتها على المشروع، وأغلبها كانت على المنطقة الخارجية. فبنلاحظ أنه ضفت 4 عناصر جداد في المشروع، بدعموا طبعا جانب الترفيه للمريض حتى نسرع دورة علاجه ونخليها ممتعة أكثر، فبصير عند المريض قابلية أكبر للعلاج. نبدأ بالكورت أو الملعب، طبعا شل جزء من المدرج بحيث يكون عندي مساحة كافية للملعب، فهيك بيكون استغليت المدرج كمكان بيقدر من خلال المريضين يشاهدوا الأكتيفيتيز اللي بتصير بهاي المنطقة الأمامية. ننتقل للعنصر الثاني واللي هو اسطبل الخيول أو الأحصنة اللي حيمارسوا فيه المريضين علاج الإيكوين ثيرابي، واللي بدوره بيحسن من تطور شخصية المريض وثقته بنفسه وثقته بالآخرين. طبعا بالنسبة لمنطقة الاسطبل زي ما بنشوف كان عندي منطقة فاضية اوريدي بهذا المكان، فنزلت بمنسوب الأرض 3 متر بحيث أقدر أوفر غرف الاسطبل للخيول، ودعمت المنطقة بدرج ورامب لنقل الخيول. نروح للعنصر الثالث واللي هو السنشيت سيلز، صممتها بحيث أوزعها على أغلب المناطق المكشوفة بالسايت زي ما بتشوفوا على منطقة المصاطب وعلى أسطح المبنى من فوق على البيس جاردنز، وصممت جزء منها على البريدج من فوق كنوع من الحماية من الشمس أو المطر. أما بالنسبة للإضافة الأخيرة فكانت منطقة الزراعة أو البلانتينج أريا موجودة عند الواجهات الشمالية للمشروع، وهي عبارة عن بسطات مربوطة بدرج وجسرين موصولين بمبنى المصحة من فوق. وطبعا هاي المنطقة بتوفر فعالية جدا مهمة من مراحل العلاج. بننتقل للفلور بلانز والزونينج. هون بنشوف صورة اكسبلودد عملتها بغرض توضح لي العلاقة بين ليفلز، فبنبلش نشوف البي 2 هو عبارة عن طابق الاكتيفيتيز ثيرابي، والبي 1 هو طابق الميديكال سنتر، والجراوند فلور هو الجنرال ادمنستريشن، والطوابق العلوية ال1 والروف هي عبارة عن الغرف السكنية للمرضى. بنبلش ببلان البيسمنت 3 وهو عبارة عن باركينج موجود تحت الأرض زي ما ذكرت، بخص الزوار والمرضى الجدد بوفر 30 باركينج. وبالنسبة للفيرتيكال سيركليشن زي ما بنشوف باللون الأصفر عندي درج ومصعد وبجوارهم غرف لليوتيليتيز أو الخدمة. بننتقل لبلان البيسمنت 2 وهو عبارة عن طابق الأول على مستوى الشارع السفلي بخص الاكتيفيتيز ثيرابي. بنبلش بالإنترنس الرئيسي للمبنى، بدخلنا على منطقة اللوبي والريسبشن اللي بتخدم الناس طبعا اللي حابين يتعالجوا بهاي المصحة. وعندي بهذا البلان منطقتين رئيسيتين بتساعد بشكل كبير بعلاج المريض وتسريع فترة الديتوكسينج بدون ما يلجأ أو بدون ما نلجأ للكيميكلز، وهم الجيمنازيوم والغرفة اليوغا أو السبارتشول ثيرابي الموجودين باللون الأخضر الفاتح والأخضر الغامق. أما بالنسبة للمرضى اللي خسروا وظائفهم ودراستهم بسبب الإدمان، فهاي المصحة بتوفر مناطق للإدوكيشن وفيها لابري وغرفة للوركشوب، وكمان بنوفر أوديتوريوم موجود بمركز المصحة زي ما بنشوف بتسع لـ80 شخص ممكن من خلاله ينعمل عروض توعوية وإرشادية. وغرف الوركشوب طبعا وظيفتها تعليم حرفة الزراعة بشكل نظري أو أي حرفة ثانية، واللي بيقدر من خلالها ننتقل على المصاطب الخارجية لتعلم الزراعة بشكل عملي. وزي ما بنشوف عندي باللون الأحمر الحمامات واليوتيليتيز، وزعتها بحيث تخدم كل المرافق في المصحة،
وعندي منطقة الكافيتيريا بتخدم ثلاث مناطق رئيسية، واللي هي منطقة الجيمنازيوم والأودوتوريوم، وأكيد منطقة اللوبي واللوبي والريسبشن. وبننتقل لمنطقة الستبل طبعا من خلال الباث اللي موصول بمنطقة الريسبشن، والباث الموصول بمنطقة الجيمنازيوم على منطقة الستبل زي ما بنشوف، ومنطقة الكورت. طبعا المنطقتين وفرت لهم حمامات وغرف للغيار. بنطلع على بيسمنت، على البيسمنت 1 من خلال المصعد او الدرج، وهو ليفل الميديكال سنتر. بنلاقي على ايدنا الشمال حمامات بتخدم كل الطابق، وامامها منطقه الريسبشن ومنطقتين للجلوس في الزاويه بتخدم زوار المريض. طبعا هذا الليفل بتكون من الميديكال رومز وزعتها على الواجهات باللون الأزرق الفاتح زي ما بنشوف، وموجود فيه لاب للدكاترة وغرف صغيرة بالمنتصف للتهدئة والكالمينج رومز بتم حجز المريض فيها إذا طلعت عليه الأعراض الانسحابية وصار يعني خارج عن السيطرة. بنلجأ لهاي الغرف، بتكون غرف فارغة عشان المريض ما يأذي حاله ونبعد عن التكسير. وبدخل عليه طبيب أو دكتور مختص بالتهدئة العصبية لحد ما تخف حالته وبيقدر يكمل بسحب السموم. وآخر إشي عندي غرف العلاج النفسي اللي بتطل على تراسات البيس جاردنز، حطيتها باللون الأزرق الغامق، وهم ثلاث غرف. الغرفة الأولى للعلاج السلوكي، ثاني غرفة للعلاج النفسي الديناميكي، وآخر غرفة للعلاج التحفيزي بتم من خلال مقابلات لمرضى سابقين نجحوا بتخطي العلاج. وطبعا هاي الغرف بتكون المرحلة الثانية بعد سحب السموم. بنطلع على ليفل 1 وهو ليفل الشارع العلوي، وهو طابق الجنرال ادمنستريشن. أول ما نطلع من الشارع العلوي بندخل على بلاتفورم واسعة فيها زي ما ذكرت الباركينج الخاص بالستاف، ومن الانترنس بندخل على منطقة الريسبشن على طول واللوبي. وبنشوف على ايدنا الشمال الفيرتيكال سيركيليشن، وعندنا غرف الأوفيسز للموظفين ومعها غرفة للمدير وحمام بينهم بخدم الغرف، وبنفس الوقت بخدم منطقة اللوبي. وعندي على الواجهة الشرقية باللون البرتقالي الفاتح غرف الموظفين طبعا معزولة عن المنطقة الخارجية، داخلها كيتشنت وحمام مشترك. وبنفس الطابق عندي منطقة للبلينج أو بلينج أريا وغرف للاجتماعات. وآخر إشي عندي الجسر اللي بربط بين ليفل 1 والدرج الرئيسي في المنطقة الخارجية، وطبعا هذا الجسر بخص الستاف، بيعمل كفاصل بين المداخل، بخصص مدخل للستاف طبعا أقرب لهم على مناطق عملهم زي المكاتب وطبعا غرف نومهم. نطلع على بلان الريزيدنشال الخاص بالمرضى. طبعا زي ما بنشوف الغرف السكنية الخاصة بالمرضى موزعهم على الواجهات الخارجية باللون الزهري الفاتح، وطبعا الطابق مخدوم بيوتيليتيز وغرف وحمامات مشتركة وكيتشنت، وطبعا غرفة طوارئ للإسعافات الأولية وبلاينج أريا ومصعد بالنص بيوديني على الطابق العلوي واللي هو برضه بدعم الطابق اللي تحته من ناحية الغرف السكنية زي ما بنشوف، وبرضه مدعوم بحمامات مشتركة. بننتقل للسكشنز، بنبلش بسكشن A بيوضح لي السلوب الموجود بالأرض ومنسيب الأرض من الشارع العلوي للشارع السفلي. فالشارع العلوي بمنسوب 0-0، أما الشارع السفلي بمنسوب -9، وبوضح لي أكتر ارتفاع المرافق فبين لي الدبل فوليوم اللي صارت بالأودوتوريوم. وبنقدر نشوف الباركينج تحت الأرض ومنطقة الإدوكيشن واللايبرري زي ما بنشوف. أما بالنسبة للسكشن اللي بعده
بتوضح لي أكثر علاقة المبنى بالسايت وارتفاع السلوب الموجود بالأرض، ووضح أكثر وظيفة الجسر اللي بربط بين ليفل 1 بمنطقة الستاف بالدرج الخارجي الرئيسي، وبنشوف كمان السنشيت سيلز اللي صممتها على الجسر بحيث تعطي نوع من البلندنج ب أو مع الديزاين المبنى، وبنشوف كمان منطقة الباركينج تحت الأرض وغيرها من المرافق المشروع زي ما بنشوف. بننتقل للسكتف، هون بيوضح لي ارتباط العناصر الفاسيلتيز داخل المبنى بشكل أوضح، فبنشوف علاقة الانترنس الرئيسي مع اللوبي والمنطقة الأوديتوريوم، وطبعا بنشوف باللون الأصفر منطقة الفيتيكال سيركليشن الدرج اللي بتربط بين الإدوكيشن منطقة الإدوكيشن وطبعا الباركينج. وبنشوف بالسكتف عندي غرفة الميتينج روم وغرفة العلاج النفسي، وهون بنشوف سكشن من زاوية مختلفة بوضح الواجهات الشرقية للمبنى وكيف وزعت عليها اللوفرز الخشبية على واجهات الكيرتن كشيدينج ديفايس، وبفرجي كمان الإضافة الجديدة من الجرينري على الواجهات، وبنفس الوقت بوضح مقطع بمنطقة الصبل اللي بنقدر من خلالها نشوف نعرف الماتيريالز اللي استخدمتها على واجهات غرف الأحصنة من حجر وستيل، وبنشوف كيف دعمت المنطقة بدرج ورامب للخيول طبعا، وبوصلني على منطقة الكورت أو الملعب. بننتقل للإليفيشنز، بنبلش بالواجهة الشمالية بنقدر نشوف فيها الماتيريالز اللي استخدمتها، فاستخدمت البريكاست كونكريت على الواجهات الرئيسية وحجر البازلت على الواجهات الشرقية والغربية كشيدينج ديفايس، وبنقدر نشوف الأسوار اللي حوطت فيها المشروع بغرض السيفتي والسيكوريتي استخدمت فيها الخشب والطوب، وبرضو بنشوف كيف ميلت الواجهات لتدعم فكرة الانتقال على أسطح المبنى وتراسات البيس جاردنز. وهون بالواجهة الشرقية زي ما حكيت بنشوف المدخل الرئيسي للمشروع، وبنشوف كيف وزعت اللوفرز الخشبية على الواجهات الشرقية، وكيف ضفت الجرينري على الواجهات، وبنشوف منطقة المدرج والبلانتينج اريا. بننتقل للإكسيرير 3D شوتس، بنبلش بصورة خارجية للمشروع بتوضح عناصر المشروع الرئيسية ومنها مبنى المصحة والبريدج ومنطقة المدرج ومنطقة الستابل والكورت، وبالنهاية عندي البلانتينج اريا. وبعدها بنشوف صورة بتوضح علاقة المبنى بالمنطقة اللي حواليه وعلاقته بالشارع الرئيسي، وبنشوف المدخل الرئيسي للمشروع من أمام الشارع، وهون بنشوف الكومبينيشن اللي صاير بين المرافق الخارجية والارتباط القوي بين عناصر المشروع، فبيعمل ككتلة معمارية واحدة لغرض واحد وهدف واحد واللي هو العلاج. وبنشوف هون الدرج الخارجي وكيف بربط كل العناصر اللي ذكرتها بالمشروع. وهون عندي منطقة الاستبل واللي حيمارس عليها المريض فيها حصص الإيكواين ثيرابي أو العلاج بالخيول. وهون بنشوف صورة داخلية من زاوية مختلفة للاستبل، وهون بنشوف الفيو اللي بصير من المصطبة العلوية على منطقة الاستبل، وهون بنشوف علاقة المبنى بالفونكشنز اللي حواليه، وبنشوف الممرات اللي بتربط كل هاي العناصر مع بعض والأماكن الجلوس اللي بتصير عليها. وهاي الصورة بتوضح سيركوليشن اللي بيصير بين الأوتدور سبيسز من الدراج ووكويز،
عندي هون منطقة الكورت أو الملعب واللي حيصير عليها نشاطات وإكسرسايز مختلفة، وبنشوف كيف المدرج بهاي الصورة بخدم هذا الملعب من ناحية الفيو، فبقدر المريض أو المتواجد أو اليوزر بهذا المكان يستخدم هذا المدرج كفيو على منطقة الكورت ومنطقة الاستبل أو على الفيو الخارجي. وهون بنشوف أماكن للجلوس على البسطات الخارجية، وبقدر يمارسوا عليها القراءة. بننتقل لفكرة البلانتينج اريا اللي حيصير فيها حرفة الزراعة بعد الوركشوب اللي صارت داخل المبنى، وبنشوف كيف السور بتوصل المصاطب هاي بأكثر من ليفل على سطح المبنى زي ما بنشوف هون. وبنشوف بهاي الصورة التدرج بالمبنى وكيف بخلق لي هاي التراسات البيس جاردنز على سطح المبنى زي ما بنشوف هون. وبنبلش نتعرف على عناصر البيس جاردنز، ومنها جلسة التخلص من المشاعر السلبية، وجلسة رواية القصة، وزي ما بنشوف هنا جلسات اليوغا والسبيرتشوال ثيرابي. وبهاي الصورة بتبين لي المدرج بشكل أوضح والأكتيفيتيز اللي بتصير عليه، فزي ما بنشوف هنا الدكتور بحصة العلاج النفسي مع المرضى تبعونه. وبنشوف كمان إضافة الجرانري على الواجهات واللوفرز الخشبية كشيدينج ديفايس. وهون بنشوف الجسر وعلاقته بالمبنى وعلاقته باليوزر، فهذا الجسر تخصص للستاف، وبنشوف طبعا كيف الموظف ممكن يصف سيارته بالباركينج الخاص فيه على المنطقة العلوية وينزل على طول على الجسر دخولا على المكتب تبعه. فقدرت من خلاله أخلق الخصوصية للستاف من خلاله. وهون بننتقل لصورة بتوضح لي منطقة الشارع العلوي خلف المشروع عند الواجهات الغربية، وبتوضح لي المدخل الرئيسي الثاني على الطابق الليفل 1 اللي هو طابق الستاف، وبتوضح لي الباركينج، وطبعا زي ما بنشوف على الواجهات الجرينري الانضاف واللوفرز الخشبية. وهيك بننتقل للانتيرير شوتس. بنبلش بمنطقة اللوبي والانترنس زي ما بنشوف، وصورة لغرف العلاج النفسي في المصحة، وبعدها ممكن ينتقل المريض للبيس جاردنز زي ما بنشوف. وهون بوضح صورة لممرات الميديكال سنتر، وصورة داخلية للغرف الميديكال رومز. وهون نقدر نتصور فترة الديتوكسينج اللي راح تصير بهاي الغرف. وبننتقل لصورة داخلية للأوديتوريوم اللي حيصير فيه العروض التوعوية ونشاطات إرشادية للمريض وللزائر زي ما بنشوف. وبالنسبة للكونستراكشن ديتيلز أخذت مقطع بغرفة الاستبل تاعت الخيل، بتوضح الماتيريالز اللي انعمل منها باب الخيل وجدار الغرفة. فعلى السلابة المكونة من الرينفورس كونكريت في عندي الستانلس ستيل ريلينج. أما بالنسبة لباب الخيل فهو محطوط على جدار من الطوب ومكون من ستيل بارز وشرحات خشبية. أما بالنسبة لأرضية الميدان فأكيد راح تتكون من الساند باكفيل سويل. وهيك بيكون انتهى المشروع.
بتمنى أنه ينال إعجابكم وأكون وصلت فكرتي لأبعد مستوى ممكن خلال هاي الفترة. وشكرا كثير لكل اللي بيسمعوني هلأ، وشكر خاص طبعا للمهندس سالم خيمر المشرفة على مشروعي وعلى دعمها طبعا وتعاونها معنا خلال سنة التخرج. شكرا.